سجلت أستراليا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1323 إصابة جديدة. يأتي هذا مع احتدام المناقشات بشأن ما إذا كان ينبغي على السلطات الأسترالية أن يبدأ التعايش مع وجود الفيروس في المجتمع عقب تمكنه من كبح الجائحة في بادئ الأمر. في اليابان قال مسؤول التطعيم ضد كورونا إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا مع جرعات لقاحات تنتجها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم. وأضاف المسؤول الياباني أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم لأن فترة 8 أسابيع بين جرعتي أسترازينيكا هي الأطول مقارنة باللقاحات الأخرى. وتكافح اليابان أسوأ موجة إصابات نتجت عن السلالة دلتا، حيث تجاوزت الإصابات اليومية 25,000 هذا الشهر للمرة الأولى.